ازيكم يا شباب؟ عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده سريع كده، تمام؟ عشان الوقت، يعني عشان الوقت حرج. الحدث نزل، متجر الصفقة نزل 7 ايام، تمام؟ بس للاسف الجواهر بتاعت الناس معظمها مش هتكفي تجيب الحاجات، فانت شوف الحاجات المهمة، وانصحك ان انت ما تضيعش القطع. والاسترالايت اهم من الجواهر بتاعتك. انت لو هتصفر جواهر، المهم الاستراليت ده، لو انت ناوي يعني تبقى لاعب فخ او قائد حشد في المستوى الرفيع، ده هينفعك. طيب دلوقتي بهجت، زي ما انتوا شايفين بهجت طبعا خلاص كده، القفاز هيبقى اسطوري. ايه كمان؟ الكاس احتمال يقرب للاسطوري. الدرع الحامي بعيد على الخرافي، بس مش بعيد على ربنا، يعني ممكن تضرب معايا حظ يطلع لي الصخور، او اشحن عرض صخور مشتعلة هنا. وانت عارفين الصخور دي اسهل حاجة تطلع اصلا، يعني اسهل حاجة الصخور دي تطلع لك، ممكن تطلع لك 3 4 اسطوري من 100 صندوق مثلا، فاهمين ازاي؟ يعني سهلة يعني ان انت تجيب صخور مشتعلة. بس الفكرة هنا في القطع دي، انا دي اجيبها منين؟ ده حرفيا انا عايز حفلات صيد، ماشي؟ بس ايه، قريب للخرافي، يعني الدرع الحامي قريب للخرافي، ماشي؟ طبعا الدرع الحامي بس ما اعتقدش خصت النحلة، لا بعيدة، لا بعيدة بعيدة. فاضل 7 اسطوري، وغير دي 13، صعبة 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 يعني. خصت الوحش، خصت الوحش دي لسه ما طلعتش اسطوري، تمام؟ بس القفاز، قفاز خلاص اسطوري. فاضل لي واحدة أسطوري وواحدة استثنائي، يعني خلاص. في خلال ال5 أيام اللي جايين دول أكون عملت قفاز أسطوري. بس الفكرة هنا، أنا هعمل قفاز أسطوري هيديني 25، هو صحة جيش، صح؟ مظبوط، تمام. بينما القبضة بتديني 20، وبتديني حوالي بتديني كام فرسان؟ ثانية يا جدعان، نحسبها بالسحتوت عشان بس هي مترصعة اهي. قبضة بتدي كام اسطوري؟ بتديني 22 فرسان و20 صحة. طيب 22 فرسان وبتديني 20 صحة، التانية بتديني 25 صحة و كام؟ 10 هجوم رماة. هجوم رماة، انا شايف ان القفاز احسن، قفاز احسن لو طلع اسطوري. بس الفكرة هنا، انا هفضل العب قفاز لحد ما القبضة تطلع خرافي. مسافة ان القبضة طلعت خرافي، انا عندي استرالايت، يعني بصوا هخرفنها، خرفنة هدمرها. انا بس اللي ناقص معايا 2 اسطوري، بس 2 واحدة اسطوري واحدة استثنائي، يعني ممكن كمان اشحن عرض واطلعها خرافي وارصحها استرالايت. يعني ممكن الاسترالايت اللي معايا كتير، يعني كتير يعملوا كام ثانية كده، يطلعها لي مثلا 8 او 9. تخيلوا القبضة تبقى 9 ولا 8، اهو 73. ده غير ان انا ما اشتريتش الاسترالايت اللي هنا، ما اشتريتوش لان انا مش عايز اضيع الجواهر اللي معايا على الاسترالايت دي. انا عايز الكاس والقطع اللي انا محتاجها المهمة دي، والكاس برضو نفس الكلام، ممكن عرض تايكون او عرضين تايكون، بس مش هشتريه، يعني مش هشحن عرض التايكون، يعني اللي هأسر بطله هاخد منه الفدية تايكون، هاخد منه 300 عملة، 200 عملة، 120، 120 جوهرة. بس دلوقتي ما فيش حد هيدفع لك فدية جواهر بسبب موضوع المربوط والحاجات اللي ايه، التحديث الجديد ده. فبرضو ايه، نفس الكلام. الكاس قرب يطلع اسطوري، تمام. فاضله اتنين ويطلع اسطوري، فاضله 2 اسطوري ويطلع خلاص كده الكاس اسطوري. بس القطعة دي هي دي المشكلة برضو. والله يا جدعان فخ بهجت هيبقى عظمة فوق ما تتخيلوا، يعني لكم أن تتخيلوا أن بهجت بالمعدات دي كده صدت إمبراطور
صديت بارون، صديت بارون في اصطدام الممالك، في اصطدام الممالك صديت بارون، بس ما كانتش المعدات دي، كانت معدات اضعف سيكة. طبعا معايا هنا حصون بس مش حمى، شوفوا مع الحصون نسبي 500، مع الحصون طبعا صحة 400، ولسه ما فعلتش حمى، خدوا بالكم لسه ما فعلتش حمى. بصوا انا لسه، استنوا كده، انا في الحدث الزبالة ده، ده انا اصلا انا اللي مستفيد بيه بس الحاجات دي. بصوا يا جدعان، انا بيني وبينكم الحدث مش شاغلني، بصوا اللي شاغلني حاجة واحدة بس في الحدث ده، وهي ان انا بشتري ايه، بشتري الصندوق الوحش. بس انا دلوقتي مش هشتري الصندوق الوحش، خلاص هشتري الصخور، انا اصلا متخلف، فهشتري الصخور دي، وهشتري ال هشتري الصخور، الصخور والمعلم ده. انا المعلم ده انا بشتريه عشان خاطر ايه، عشان خاطر لو ضربت معايا خاتم آفة خرفا اخلي الخاتف اسطوري، جت معايا دي اسطوري، جامعة ده اسطوري، فاهمين فكرة؟ بس يعني هو حدث مش وحش ومش حلو، وتبا لأي حد يقول الحدث ده أي حدث يا جدعان، ليه أهمية؟ انت ممكن تكون مش شايف ليه أهمية، يعني أنا شايف الحدث ده ليه فيه أهمية، بس مش كل الناس هتستفيد بيه. أديكم مثال يا جدعان، في قطع أصلا مهمة الناس مش واخدة بالها منها، بس أنا خدت بالي إن أنا محنك. هي القطعة مش هنا، احنا بنجد الحاجات دي بتاعت ناس بتشحن، ماشي، الحاجات دي بتاعت ناس بتشحن، واحنا ايه، ما عندناش الكلام ده، ماشي. هتيجي هنا يا معلم، كل الحاجات دي ملهاش لازمه، انا معاك، انا معاك، متفق معاك، استيكرات حاجات مش الها لازمه، خد يا معلم البس دي، البس دي. تخيل لو انت عرفت تجيب 1750 هتعرف تجيب الخوذه دي، وهترفع هترصحها ان شاء الله، لو هترصحها 8 ولا 9 انت المستفيد، بالنسب دي انت المستفيد. هو ده المهم اللي انا شايفه بصراحة في الحدث ده، باقي الحدث ما يشغلنيش. ف قلعة الكبيرة معايا 1150، يعني قربت اعمله، ممكن لو لقيت الدنيا ايه مش عارف، بس هو كده كده الشحن واقف. بس لو عايزين طريقة للشحن من فودافون كاش انزلها لكم يعني، تمام. هو انت ممكن تشحن من فودافون كاش اصلا يعني، بس ايه، طريقة خنزيرية سيكا يعني، بس هتكلفك اكتر من السعر العادي يعني. ايه لو العرض مثلا نقول ب 100 جنيه، هتشحنه ب 180، هتقول لي ال 80 دي ليه؟ اقول لك يا عم انا مش هاخد حاجة في جيبي. هي الفكرة ان انت بتشحن من على ابليكيشن تاني، يعني انت بتشحن بتستخرج الفيزا بتاعة فودافون كاش، وبتدخل من على ابليكيشن تاني تحط الفيزا، وبعدين بتستخرج فيزا تاني من الابليكيشن التاني، وبالتالي الفيزا التانية دي بتبقى عكس الفيزا بتاعة فودافون كاش، ان فودافون كاش بتبقى اتحظرت بسبب انت فاهمين الحوار. ف ثانية واحدة، انا عايز افعل حمى، انا عايز افعل حمى. طيب اهو بصوا كده نسبة بالحمى، شايفين نسبة بالحمى عاملة ازاي؟ ولا كأن عملت حاجة، محدش ياخد في باله. الصحة بقت زادت 10، الصحة زادت 10، حلو. انا راضي بالنسب دي، النسب دي زي الفل، رضا، تمام. وخدوا بالكو، خدوا بالكو، لو القبضة دي طلعت خرافي انا هخرب الدنيا، اديني بحذركم يعني. شوف انا خاتم الافا ده لو طلع اسطوري هستبدله بدي، هستبدله بدي، بس يطلع خرافي، يطلع اسطوري، انا عايزه يطلع اسطوري. بصوا صراحة 15 صحة دي، بصوا ياه، هانت هانت، فاضل تلاتة، بس مشكلة الحظ، حظ لما يأتي يخلي سطوف ايه ساعاتي. هو لو حد حشدني وخلاص بالسلامة، الحدث خلص، لو حد حشدني في الحدث ده الموضوع انتهى لحد هنا. طيب تعرفين ان اليومين دول يعني خلاص رمضان قرب يدخل علينا، كل سنة وانتم طيبين،
حاولوا في رمضان يعني نحاول نعمل نكتر من الخيرات يعني، فاهمين ازاي؟ انا في رمضان مش هنزل فيديوهات باغاني ولا موسيقى، تمام؟ هتبقى كل الفيديوهات يا بصوص مباشرة يا هتكلم بصوتي، وانتوا نصيبكم بقى. محدش يقول لي مثلا الصوت مش راكب على الصورة، لان انا حاولت قبل كده ان انا انزل من غير موسيقى. الفكرة هنا كان بيحصل تعرقلات وتعبسات وبتاع، فالفكرة هنا ان انا هشغل الفيديو وهتكلم تاني وهسجل الصوت تاني، الكواليتي بتاعت الفيديو مش هتظبط، ولو سجلت الصوت منفصل عن الكواليتي هاجي في المونتاج فترة الصوت، المفروض ان انا بمنتج واقص واعمل، ففي المونتاج الصوت ممكن يدخل في بعضه، او ممكن الصورة ما تكونش راكبة على الصوت، واحس ان انا معلق مش بصور، او محتوى هيبوظ، فاهمين ازاي؟ بس وما تنسوش صلوا على النبي في التعليقات، وادعوا لاخواتنا في فلسطين، وبس كده يا شباب، سلام. I am you.